Dis-donc. دائما من احد شواطئ ضواحي مدينه المحمديه اللي عرف قبل قليل واحد الفاجعه، بحيث القت مياه امواج البحر واحد القارب ديال الخشب، يعني فلوكه، وعلى متنها 9 ديال الاشخاص، جوج جثث هامده و7 ديال الاشخاص تم النقل ديالهم الى احد المستشفيات القريبه من هذا الشاطئ. لكن باقي العناصر ديال الوقايه المدنيه وعناصر الدرك الملكي واعوان السلطه كيقوموا بالبحث عن جثث اخرى ربما تكون هنا. وقبل قليل قالوا بان راه لقينا جثه ثالثه، الا انها تصابت غير ملابس او اشياء بحال هذا الشيء، ملابس او ماكولات جامعينها هذه الحراقه، كتبان من عن بعد كانها جثه. نتمنوا بان ما يكونوش جثث اخرين. هذه هي ما تم حجزه داخل هذا القارب ديال الخشب، والحصيله جوج ديال الاشخاص توفوا الله يرحمهم، و7 ديال الاشخاص تم النقل ديالهم الى المستشفى في حاله خطيره. نتمنوا بان ما يموتوش حتى هما. في عين المكان كاين واحد الصنفر امني كبير ديال عناصر الدرك الملكي ومعيه اعوان السلطه والسلطات المحليه وكذلك رجال الوقايه المدنيه اللي كيقوموا بمجهودات جباره من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه والبحث عن الجثث اللي قريبه من الشاطئ. الكل هنا كيترقب لحظه ديال بزوغ الشمس ديال النهار يطلع باش يشوفوا واش كاينين جثث اخرين ام هما غير جوج ديال الجثث اللي تم النقل ديالهم. كيف تابعتوا مباشره على قناتكم شوف تيفي، انتم كتشوفوا العناصر ديال الوقايه المدنيه والدرك الملكي كيقوموا في هذه الاثناء بالبحث عن اي شيء يقربهم من جثه او اي شخص يمكن الانقاذ ديالو باقي في حاله يمكن انقاذ ما يمكن انقاذه. بل اكثر من ذلك انهم يحاولوا ما امكن انهم يشعلوا العافيه باش تكون واحد التدفئه، لان واحد البرد قارس في هذه الاثناء في هذه البلاصه. شوفوا الطريقه باش كيحاولوا انهم ياخذوا ليسانس بنزين باش يشعلوا العافيه باش يدفوا، لان كاين واحد البرد قارس هنايا في هذا المكان. اذا شكرا للمشاهدين الكرام على طيب المتابعه، اكيد تفاصيل اكثر تجدونها على قناتكم شوف تيفي وحصريا على قناه شوف تيفي. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.